بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقلنا المخبت هو المتواضع المنكسر الخاشع لكل أمر من أوامر الله. لماذا؟ قال لك لأن اللي ما يبقاش مخبت ويبقى زي ما يقولوا كده متفرعا كأنه لم يشهد خالقه. لأن الواحد يتفرعن ويتكبر ويعمل مش عارف إيه لما يلاقي نفسه أكبر من اللي حواليه. فلو أنه استحضر جلال ربه لخشع، كان يبقى دايما منكسر. إنما دليل على إنه غافل عن العظمة الإلهية دي، هو مفيش حد إلا هو. بينظر إلى مين؟ ولذلك يقول لك الإخبات نوعين: إخبات لله سكون وخشوع وكل حاجة تمشي على العين والرأس، وإخبات لخلق الله بحيث إذا ظلم يسيب الظالم ظلم ظلم وبرضه ما ي... مش أنت عايز تظلمني اظلم يلا مع السلامة. ليه؟ أم قال لك لأنه عارف أنه إذا ظلم من مخلوق تعصب له الخالق. انظر إلى أبنائه، إذا لقيت واحدا ظلم واحدا قلبك يكون مع من؟ مع المظلوم، وتطبطب عليه. حتى اللي ظلم ده وضرب أخوه يزعل اللي عمل الحكاية دي، قرب قلب أبيه من أخيه، يقوم يمكن يتمنى أن أخوه يبقى يضربه علشان يقرب من أبوه كده برضه. هو بقى إذا المخبت مستحضر إننا جميعا عيال الله، القلق كلهم كلهم عيال الله، وأحبهم إليها أرأفهم بعباده. فيقول ده ظلمني، فيه رب لي وله ولا هي. وأنا إذا رديت على الظلم سأرد بقوتي، إنما أنا لما أسيبه تيجي قوة الله هي اللي تيجي. ويمكن أنا ولا أنا داري ظلمت، يمكن ربنا عمل الظلم ده علشان برضه تبقى الخلاص. ولذلك الحق يقول في حديثه القدسي: يا ابن آدم دعوت على من ظلمك، وده مباح لك تدعي، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من إيه؟ ظلم. إيه ليك أنت؟ ادنا لك الفرصة دي، دعوت على إيه؟ من ظلمك. ودعا عليك من ظلمت، فإن شئت أجبناك وأجبنا عليك. نجاوبك ونجاوبه هو راك. وإن شئت أخرتكما للآخرة فيسعكما عفوي. قول لي بقى لما يقعد واحد يبقى بالشكل يقول له لا ده خلاص أنا. فالمخبت ده معناه إنه يقول لك يمكن أنا ظلمت ولا مش ده، فيبقى ظلمني ده عشان نخلص وننتهي. ما ظلمتش أقول خلي ربنا هيبقى في إيه. ولذلك احنا قلنا كلمة زمان: لو علم الظالم ما أعده الله للمظلوم من الكرامة لضن عليه بالظلم. يقول ما يستاهلش ابن نظلمه. أنا أظلم ده دي بقى، أنا خلي ربنا بجانب دي مش ممكن. لا لا ما ينفعش الكلام ده. فله أسلمه وبشر الإيه؟ وبشر المخبتين. ما تفتكرش إن هو يعني خضع كده وخلاص، لا هو خضع كده هو، لكن له رب يقيم رأسه. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أدنا فكرة عن المخبتين الذين إذا ذكر الله، ما خلق عمل فيها أنا أذكر أنني من السائب لاني ولا هو أنا ليا إيه. ولذلك حتى لما يجوا اتنين واحد عائل واحد اعتدى على واحد العائل يقول إيه؟ على كل حال أن لنا أب يترضى عليه ولنا كبير يترضى إيه؟ أهو كده المخبت يذكر الله. ثم ايه؟ الذين اذا ايه؟ الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم.
يعني ارتعبت. طب ذكر الله فخبت كده وسكت وقال يا ربنا ليه يخلص لي. طب والتاني أم قال لك ده هو ما رضيش يعمل لي كده لانه ولا فاهم ان ربنا كده يمكن يرجع تاني ايه قلبه يجل. وجلت قلوبهم اي اضطربت وايه وخافت. والصابرين على ما اصابهم. احنا قلنا بقى الصابرين على ما اصابهم اصاب يعني جاء بامر سيء في عرفي انا هو ده يبقى ايه مصيبه. بس احنا بنقدر المصيبه حسب سطحيه العمل الايذائي. انما لو خدنا مع المصيبه الاجر عليها تبقى تهون. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم المصاب الحق المصاب مين؟ من حرم الثواب. هو ده اللي يبقى مصاب. انما واحد اصيب مصيبه وصبر عليها وخد اجر من ربنا يبقى ده مصاب؟ يبقى مش مصاب. المصاب من حرم الايه؟ من حرم الثواب. وقلنا بقى ان اللي بيصبر بيصبر عن غريم ولا عن غير غريم؟ اللي احنا قلنا اللي مرض ده مين غريمه؟ يبقى إذن السعار بتاعه والغضب والحقد ما يجيش على حد. يوم ربنا يقول إيه واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. صبر هو من عزم الأمور بس مش تأكيد. إنما اللي عمل فيه أصابني وليه غريم كده وشايفه قدامي ضربني بالألم ولا ضرب ابني ولا عمل فيه أي حاجة يبقى ليه غريم ولا ماليش غريم. الغريم ده يعمل إيه في نفسي؟ سعار الانتقام. أم قال ولذلك قال ولا من صبر وغفر. راح مأكدها لأن دي عايز عزم قوي لأن دي كمان ليش غريم أقف قدامه. إنما دي ليه إيه؟ ليه غريم. ولذلك قال ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن إيه؟ لمن عزم الأمور. بس الحق سبحانه وتعالى جعل للنفس البشرية تنفيس. علشان إيه؟ ليه التنفيس؟ عشان ما يعملش خميرة الغضب والحقد وتقعد في النفس ايه تتفاعل ويمكن بعد ذلك تنفس في شيء اقوى. يقول لك لا نفس عن نفسك انما ان غدرت ما تنفس يبقى كويس اسمه ترك. ولذلك هناك يقول لك ايه والكاظمين الايه والكاظمين الغيظ. الكاظمين الغيظ يعني اللي ربط كده على قلبه وكبد خلى غيظه ايه لا يفسر غيظه الوجدان في نفسه بعمل النزوعي في ان ينتقم. انما الغيظ موجود ولا لا؟ ولذلك رابط على قلبه عشان الغيظ ما ايه ما يطلعش. يطلع ايه؟ يطلع في عمل نزوعي. انما الغيظ موجود. ادي مرحله. يبقى المرحله الاولى انه يبقى مواجيد نفسه تعبانه انما ما يعملش عمل ايه نزوعي. ادي والكاظمين الغيظ. طب والعافين عن الناس يطلع الغيظ الاخر من قلبه بقى. ادي العفو. يبقى العفو ايه؟ مش انك انت ما تعملش عمل نزوعي، لا، تطلع اللي في النفس البشرية وعايز يعمل عمل نزوح. الغيظ اللي انت كبته ده تطلعه راخ تنفسه. والكاظمين الغيظ والايه والعافين عنه والله يحبه المحسنين. طب وهيعمل ليه محسنين ازاي بقى؟ أم قال لك ان تحسن الى. ولذلك واحد يقول لك بقى ربنا اللي عايز يقول لي احسن الى من اساء اليه، ده ضد طباع الايه. قال لك ما هو انت لو عرفت انك انت بمجرد ما اساءك ده هتبقى في حضانة الله تحسن له. لأنه ولذلك الحسن البصري رضوان الله عليه بلغه أن واحدا نال منه في مجلس وكانت فيه بواكير الرطب، بواكير يعني لسه التبشير، فجاب خادمه وأعطاه طبقا من الإيه من الرطب وقال له اذهب إلى فلان وأعطيه هذا وقل له بلغ فلان بلغني يعني أنك قد أهديت إلي حسناتك بالأمس وهي بلا شك أعظم من هديتي تلك. إذن هو لما بيحسن بيقول إيه؟ أصله الداني. الداني إيه؟ الداني حسنات، والحسنات بتاعته أحسن ما عنده. يبقى أحمق كونه بيدهاله ولا لا؟ ولذلك أقول لك ما أعجب من الذي يسيء إلى من أساء إليه. ليه؟ لأنه ذوك أدالك حسنات، تمتي اللي أدالك حسنات تسيئه؟ ده أنت لازم تديله إيه حاجة كويسة علشان يعمل. شوف ربنا بيعمل عايز يعمل توازن ايه؟ توازن في المجتمع عشان ايه؟ يلهي على اسباب الضغن في النفس البشريه. لان لما يكون واحد عامل كده وانت تسكت عنه قال ايه؟ انت ادفع بالتي هي ايه؟
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيه؟ ولي حميم. يبقى سكوت واحد عن مصيبة عملت إيه؟ خرجت واحد من أنه يبقى في قارب الخصومة إلى جانب أنه يبقى ولي إيه؟ إلى ولي حميم. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. في آية تطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، مش توجل، ده الوجل اضطربت وخابت مش عارف. أما قال لك ما هو الإنسان كده بقى، في ساعات يبقى فيه إيه؟ ذكر الله يطمئن، وساعة ذكر الله فعند المخالفات عملت مخالفة وذكر الله أقول آه قلبي بقى إيه يضطرب. لكن عند العمليات التانية المصائب بتاعه ده، أنا ليه يا رب، وما دام ليه يا رب أنا أطمن قوي، مش كده قال موسى زي ما قلنا إيه إن معي رب إيه. يبقى إذن الرصيد الإيمان بالله له يخليك أي مصيبة تيجي وعزت أسباب دفعها عنك تقول لي ليه يا رب، يبقى بتطمن ولا ما بتطمنش؟ يبقى بتطمن. والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة. الله، والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة. أم قال لك لأن الصلاة دي هي الولاء الدائم للعبد المسلم، لأنك أنت زي ما قلنا زمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يكفي أن تقولها في العمر مرة وخلاص انتهت المسألة. زكاة إن كان عندك هتبقى كل سنة، وما كانش عندك تبقى إيه ما فيش. صيام رمضان برضو شهر كل إيه شهر. الحج طول العمر إن كنت مستطيع، ومش مستطيع تبقى انتهت. الله، تبقى الصلاة هي الولاء الدائم للحق، وولاء إيه؟ خمس مرات إيه؟ وهو اللي يدعيك، لكن مش هو اللي بيدعيك بيحدد لقائك بحضرته، لا، حضرة الله مستعدة أنها تلقى كل عباده في وقت واحد، وهم اللي في إيدهم أنهم يروحوا له، لكن هو حتى ما عليهم أنهم يقولوا. شوف اللي بقى لما يكون بقى رئيس كده، رئيس جمهورية ولا ملك ولا أي حاجة، ويحتم على رعيته يقولوا لازم أشوفك في اليوم خمس مرات. الله، طب بزيادة في اليوم مرة؟ لا، خمس مرات. يبقى دي رب إيه؟ أما قال لك لأن الله سبحانه وتعالى لا يتكلف في هذه العملية تكرار لقاءات، لأنه يلقى الجميع في إيه؟ في وقت واحد. ولذلك لما قلنا الإمام علي بيقولوا له هيحاسب الناس دي كلها في وقت واحد، قال له إيوة، كما يرزقهم في وقت واحد. دي عايزة إيه دي؟ ودي عايزة إيه؟ ودي فزورة دي ولا إيه؟ نعم. ومما رزقناهم ينفقون. مما ما بينفقوش من جيوبهم، من ايه اللي بيرزقهم؟ من اللي اداناه لهم. ومن العجيب ان الله يعطي ولما يعوز تعطف على واحد يقول لك ولما انزل الذي يقرض الله قرضا حسنا. اكنه بيقول انا ما ارجعش في عطائي لعبد وقول اديله اللي انا اديته لك، لا، برضه هو بتاعك بمجرد ما اعطيته بقى ملكك. احترمت ملكيتك له، واحترمت جزاء عملك وجزاء جدك واجتهادك. فاذا عايز اخوك حاجه ايه، انا مطلوب ان انا ادي لاخوك الخير اللي هو عايزه، فانت انا هقترض منك وادي لإيه. زي ما يكون عندك لابن مثلا عمليه ولا حاجه مهمه ولا بتاع، والحصالات بتاع الاولاد تقول له هات حصلتك وانت هات حصلتك وانت هات، ما هو اللي مدي الفلوس يقول هاخدهم وابقى ايه، ابقى اديها لكم. من ذا الذي يقرض الله ايه قرضا حسنا فيضاعفه له. ولذلك الراجل بقى ربنا بيحرم علينا الربا وهو يعاملنا به، اي بيقول لك ايه، وخليه لي انا دي، خليه لي، لان انا لما زود ما بينقص حاجه عندي، ما بقولهش الضعيف. نعم. والمقيم الصلاه ومما رزقناهم ايه ينفقون. قال لك لما يطلب منك انك تنفق من رزقك، هذا بنسميه انت، بنسميه احنا ايه، تأمين. تأمين يعني ايه؟ لان اخوف ما يخاف الانسان انه ما يقدرش يكسب، انه يجيله كبر يحوقه عن المشاعر، ان ماله ينفد، انه يحتاج، مش دي متاعب الدنيا؟ يقول له لا، انت لما بتدي المحتاج الان مما انفقت هنطلب من اللي برضه عنده مال لما تحتاج انت يديلك. اذا انا باخد منك عشان اعمل ايه؟ عشان اديلك لما تحتاج.
يبقى ده التأمين ولا مش التأمين؟ ده التأمين إننا بناخد من الناس قسط شهري عشان لما يقعد بقى على المعاش نديله إيه؟ نديله. طب ما هو النفقة كده، علشان أنت ما تبقاش تسأل تقول أنا سايب العيال مش عارف إيه، أنا مش عنديش إيه، نقول لا، المجتمع كله متكافئ، فكما طلبنا منك أن تعطي وأنت واجد طلبنا من غيرك أن يعطيك وأنت معدم. تبقى تطمن ولا ما تطمن شيء؟ تبقى متطمن. برضو يرجع بقى يتكلم بقى على الكلام. والبطنة، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله. فبعد ما اتكلم عن الشعائر مطلقا وبعدين نتكلم على اللي مرزقناهم ينفقون، جاب حتة النفقة في البدن برضو. البدن جمع بدنة، والبدنة هي ال 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 الناقة والجمل، الاثنين يسموا ايه؟ بدنة. وما يساويهم من البقر، يعني اللي في ال، وسماها بدن ليه؟ أم قال لك ده إشارة على أنك حين تختار منسكا لله في أن تذبح لازم تلاحظ انها تكون بدينه وسمينه، ما تجيبليش بقى اللي عملت ايه يشيلوها ويقعدوا يرموها وعظم شويه عظم كده ومش عارف ايه. والبدن، والبدن، ولذلك هيقول ايه، هيقول في الايه برضه والبدن جعلناها لكم من ايه، من شعائر الايه، من شعائر الله. لكم فيها خير معروف، فاذكروا اسم الله عليها. ساعه ما يجي ده اذكر اسم الله الذي ايه وهبها وذللها، الذي وهبها وإيه وذللها عليها صواف. صواف يعني واقفين كده البدن كده صفوف على رجليه، مش متهالك، مش غادرة تمشي، يعني عاملة معرض كده قدامك صواف، رجليها منصوبة وإيديها إيه منصوبة، يبقى دي بدن وصواف. فإذا وكلمة وجبت من ثلاث أشياء، بدن وصواف. فإذا وجبت جنوبها وجبت، وجب الشيء سقط سقوطا قويا على الأرض. إيه يعني وجبت جنوب؟ قال لك أصل البدن الإبل ما تندبحش وهي بتنحر وهي واقفة، لكن التاني بننيمه والايه وندبحه، فهي جنوبها من قبل ما انما البدن يعمل ايه، ننحره كده يقوم يروح واقع. فاذا وجبت سقطت جنوبها عن الارض سقوط قوي، لانها ايه، لانها سمينه بدينه، لانها بدينه. فاذا وجبت جنوبها يبقى خدناها من كام حاجه، من بدن وصواف واقفه على رجليها، تمام، خدت بالك وياي، وايه، واذا وجبت ايه جنوبها، يدل على انك انت ما تختارش لله، ما تجعلش لله ما تكره، بل لازم تاخد ايه طيبات ايه اكسبته. فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها، احنا قلنا ان الاكل يكون في الهدي المحض والتطوع، ما يكونش في الاشياء اللي هي ايه يا ندر، لا ما ينفعش، دم قران ما ينفعش، دم تمتع ما ينفعش، دم جبر لمخالفات في الإحرام ما ينفعش. فإذا وجبت جنوبها، وجبت أي سقطت سقوطا قويا، وذلك من بدانتها، فكلوا منها. وإحنا قلنا عادة الأكل بقى إيه، كان زمان يتأففهم أن يأكلوا من المذبوح للفقراء، وربنا بيقول كلوا منها عشان لما دام حاكل منها ابقى اختارها ايه، لا تعافها النفس. فكلوا منها، فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. القانع اللي هو ما بيقولش حاجه ولا الدين ولا بتاع، والمعتر ولا بيتعرض للايه للسؤال. كذلك سخرناها لكم، حتى ولو في غير هذا الموقف احنا مسخرينها لكم من ايه، من زمان، لعلكم تشكرون. تشكرون إيجادها في ملككم، تشكرون تسخيرها لإيه لكم، تشكرون الله لأنه هداكم إلى أن تأتوا لهذا النسك وتقدموا الخير اللي ينفعكم في الإيه، في الإيه. بقى كل المسألة إيه، إيجادا يعني هبة، وتسخيرا
وإنفاقا في سبيل الله. والإنفاق في سبيل الله هو ذا اللي إيه بقى؟ هو ذا اللي دائم. وبعدين بيقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. كانوا زمان لما يجوا عند الأوثان ويذبحوا الذبيح يقوموا يعملوا إيه؟ يجوا يلطخوا الوثن بقى بالدم إشعار بأن يعني حصل الله. يعني بيقولوا للوثن احنا ذبحنا لك اهو كده، دليل على انهم لو ما عملوش كده مش هيعرف ولا ايني. نعم لو عملوا كده برضه مش هيعرف. ما هم غبائهم بقى. بيقول لن ينال الله لحومها، مش اللحم اللي انا عايز رحمه. كان يقدر يدي للفقير اللي انت عايز بنقول لك اديله ده يخليه زيك تمام، انما ده مجتمع ربنا عايز يعمله مجتمع متوازن. المجتمع المتوازن لازم تبقى فيه هذه الحالات. ليه؟ أم قال لك علشان ما تبقاش حاجة ميكانيكا ماشية في الكون كل الناس يبقى عندهم دي وكل الناس يبقى عندهم، لا، لازم في تفاوتات والتشريعات تتدخل علشان تاخد من القوي تدي للإيه؟ للضعيف. وبعدين لما يجي واحد ضعيف يبقى يطمئن على إن القوي إيه بجنبه، ما يحسدوش على قوته ويقول ربنا يخلي له عافيته، ده أنا فعل ده خد بإيدي ومش عارف عمل إيه، ده عمل لي كذا، ده عمل لي كذا، يوم يوجد إيه؟ يوجد تآلف في الإيه؟ المجتمع، وتبقى إيه؟ وحده. والمؤمن ايه؟ المؤمن كالبنيان يشد بعضه ايه؟ يشد بعضه بعضا. احنا لما نشوف واحد عنده نعمه في مكان في بقعه يعني وعمال بينطرها للناس، ان جاءت له مصيبه في نعمه من النعم الناس التانيين يزعلوا. ان كان عنده جاموسه بتحلب مثلا وبيدي للناس حته جبنه ولا شويه لبن ولا شويه مش عارف ايه ولا شويه ايه، ساعه ما الجاموسه تموت يزعلوا. ليه؟ لان كان بينالهم ايه؟ كان بينالهم من ساعه ما يشوفه والله يحميكي الله مش عارف ايه، يبقى ما يحقدش على حد. يبقى انت عايز بقى تمنع عنك الحسد من كل نعمه من نعم الله عليك فيض على من لا نعمه عنده. ساعه ما تعملها كده كل واحد يبقى مبسوط. نعم. واللي مش عايز تعمله اياك ان تريه نعمتك، يعني ما تدخليش كده يعني اي مشايل لك 2 كيلو موز والشارع في ناس فقراء ومش عارف ايه، اما كنتش ناوي تديلهم منه دري. ما تعملش حفائص في النفوس. ويمكن الانسان المكلف عنده ايمان يرضعه لك ربنا يا سيدي يزيد، وانا راضي ان ربنا وراضي، انما العيل عيال صغيرين وشايفين، وبعدين ابنك طالع ماسك موزه كده وهو يعني مش لاقي يمكن اللقمه لسه بالبتاع دي، يقول لك لا اما كنتش هتدي داري. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. إذن وإذا لعلكم إيه؟ لعلكم سخرها لكم سخرناها يا شيخ. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. سخرناها لكم لعلكم إيه؟ تشكرون. إيه؟ ذلك الأولانية وأطعموا القانع المضطر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. بعدين الثانية لن ينال الله لحومها ولا إيه؟ يا شيخ استنى بس يا شيخ، الأولانية سخرناها الله. فكلوا منها وأطعموا القانع والمضطر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. هات الثانية بقى، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم. دي كان مش تشكرون، دي لتكبروا الله على ما هداكم وبشر الايه المحسنين. طيب بس دي كان وبشر المخبتين بتلخبط وقال ايه العلماء لما يجوا عشان يقلبوا الايات، امرار يجيب الايات اللي في معنى واحد ورصها على بعضه على ذهنه، ولذلك ما يبقوش مأمونين على الحفظ لانه جامع كل ويا بعض، انما بقى ولذلك يقول لك يشترط في الحافظ انه ما يلوش دعوه بحته العلم دي ابدا. ليه؟ قال لك علشان النسي كلمه يقف بالاربعه، انما العالم يقدر يجيب المرادف يحطها وياه. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، هداكم الى ان تنفقوا ما رزقكم في ايه؟ في طاعه. وبشر المحسنين، محسنين بشر، احنا قلنا بشر يعني اخبر بشيء صار قبل مجيء زمنه. ليه؟ لان التبشير بالشيء السار قبل مجيء الزمن علشان الغير يأتسي ويستعد،
كذلك الإنذار، أنذره بشيء يتعبه بس قبل وقته. ليه؟ علشان يستطيع أن يستعد ليتلافى ما ينذر بسببه ويقبل على ما يبشر بإيه؟ بسببه. بشر المحسنين، قلنا المحسن هو الذي ألزم نفسه بشيء فوق ما ألزمه الله من جنس ما ألزمه الله، يبقى ده اسمه إيه؟ الله سبحانه وتعالى فرض عليك 5 صلوات، وبعدين أنت بتصلي لله كل يوم 20، أهو أنت بقى ألزمت نفسك بشيء زائد عما فرض الله لكن من جنس ما فرض الله. ما تقترحش العبادة، أنت ألزمك بشهر، إن زرت كل شهر، كل شهر 3 أيام ولا مش عارف صمت قد إيه، أنت تبقى ألزمت نفسك بشيء فوق ما فرض الله لكن من جنس ما فرض الله. قال لك مثلا ادي نصف العشر ولا العشر ولا 2.5%، زود أكتر، يبقى أنت دخلت في مقام إيه؟ الإحسان. يبقى الإحسان فيه حاجتين اثنين، الإحسان دافع عليه ومحسن به. المحسن به تدخل نفسك في شيء فوق ما فرض الله لكن من جنس ما فرض الله. الدافع على الايه؟ انك انت تحسن تعمله كأن الله يرقبك، ان تعبد الله كأنك ايه؟ تراه. فعلى الاقل ان لم تكن تراه فهو يراك. خلاص كده؟ يبقى لما الواحد يعمل العمل ده، الانسان لما بيقعد للعامل اللي عنده ومبصص له كده، ان كان بيعمل الشيء في يوم يعمله في ساعتين، ويمكن يعمله في نص، وان غاب عنه شويه كده. فبقول لك يبقى الاحسان في طريقه العمل والاخلاص في ان تعبد الله كانك ايه؟ تراه. وبعدين فان لم تكن تراه فانه ايه؟ فانه يراك. وبشر المحسنين. ولذلك هناك في قوله سبحانه وتعالى في سوره الزاريات انهم كانوا قبل ذلك ايه؟ ان المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. طب محسنين بيفسر إحسانهم كده، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وهل هناك تشريع يقول لك لا تهجع من الليل إلا قليلا؟ لا يا أخوة، صلي العشاء ونام يا أخوة كده على كيفك وأصلي الصبح. إنما كونوا قليل من الليل ما يهجع ده بقى دخل في مقام إيه؟ في مقام الإحسان. ألزم نفسه بشيء إيه؟ لم يلزم فوق ما ألزمه الله، إنما من جنس ما ألزمه الله. إنهم كانوا قبل ذلك إيه؟ محسنين. كانوا قليلا وبالأسحار هم يستغفرون. وبرضه ما طلبش منهم نوم يا سيدي يصلي السحر ويستغفر، بل يا أخويا نام يا أخويا برد لحد الفجر بيدن يبقى روح قوم صلي. إنما أنت ألزمت نفسك بهذه. وفي أموالهم، وفي أموالهم حق مش معلوم، بس للسائل والمحروم إلى لقاء آخر إن شاء الله.